الحقيقة احنا هنفتتح 5 مشروعات ضمن المشروعات اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة. أول مشروع افتتاح مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية. دكتور وليد مختار محمد مدير مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، ونقيب محمد طاهر حسبه المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح مستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط. دكتور محمد سيد مرزوق مدير عام الطب العلاجي ووكيل مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، ودكتور حسين سيد علي مدير المستشفى. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح مستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ. دكتور تامر حامد عبد الجيد مدير مستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ، ودكتور محمد السيد حافظ نائب مدير المستشفى. شكرا. افتتاح مستشفى إسنا التخصصي بالأقصر. دكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والنقيب محمد عبد القادر محمود المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان. الأستاذ محمد أحمد عبد المقصود معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والمهندس محمد محمد مصطفى المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. والآن تقوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم درع من الأطقم الطبية العاملة في القطاع الصحي للدولة لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كتحية حب وتقدير منهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.